دلوقتي علشان اكل يا امنية. وبعدين يعني هو البيت ده ما فيهوش اكل ولا ايه؟ يعني هو بابا وماما سايبيننا في البيت ده من غير اكل؟ هم جايبيننا الدنيا علشان نعيشوا كده؟ هم مش عارفين يا امنية ان احنا بنيجي الدنيا دي علشان ناكل. ايه دي؟ كنافه. طب استنى امنيه تخلص اهو مكانك اهو. تعال. ايه يا منى بتقول ايه؟ كنافه بالمانجا. امنيه في اشياء كنافه بالمانجا. ماشي. ده تلاتة ولا عاوز اكتر؟ ولا طازه بطازه؟ بصوا بقى. في حاجات حلوه. انت عاوز ايه يا فيروز قولي؟ دي مش كنافة حبيبتي. كنافة مسقعة. أنا برضه عايزة. مش كنافة دي. أنا عايزة باللوت. مش كفاية. مش كفاية. كنافة مش كنافة. مش كنافة. أمال إيه؟ دي بسبوسة دي ولا إيه؟ بسبوسة. برضه عايزة. بحبها. الكنافة هي دي الكنافة. كنوفة. عايزين كنوفة؟ ايه ده؟ تعالى بص ايه تاني يا امي. خد يا غزة اللي عاوزة حاجة من هنا. انا هجيب لك انت في قطايف ولا لا؟ القطايف خلصت هجيبها لك بقى من عند سمر. ماشي. ماما تعملها لك. ماشي؟ ماشي. عاوزة حاجة تانية يا زوزة؟ قولي عاوزة ايه يا زوزة؟ انا بص عايزة كده. انا عايزة حاجة. ما انتوا لسه جايبين النهاردة. احمل السجايب والله. لا ما يجيبش من سجاير من دي. انت بزعق ليه كده؟ انا عايزه من الكنافه. غزل عاوزه تجيبي حاجه جيبيها. ليه خلاص كده؟ انا مش هجيب حاجه. وما تروح دي يا ابني مين؟ انت عمرك ما حسيت بيا ولا حسيت باللي جوايا. انا كل يوم بتكوي بنار فؤاد. وبعدين لو الواد ده مش عايش الناس دي جت وقالت كده ليه؟ انت ولا كانك ليك ابن ميت. يا مستر احمد صح ده انت معلم كبير. حلوه كوكا. حلوه جعفر العمده. اهم حاجه جعفر العمده. جعفر الاسطوره. عيل بقى وراح. الحمد لله انه راح قبل ما تتعلق بيه. تعمل حاجه. لا يا سيد ما تقوليش كده على جعفر. ابنك ممكن يكون ما ماتش. خلاص يا سيد. وجعفر اللي مش عاجبك ده بقى له سنين شايل الحمل لوحده من غير ما يعرف قدر. كتر خيرك سيد. خلاص يا سيد. اللي مش عاجبك ده بقى خلاص يا حوده. سنه بيدور على ابنه زي المجنون. خلاص عايز يعرف هو عايش ولا ميت. فكرك انه ما بيتعلمش. خلاص. ابنك قدام قبر فاضي يقول لك ان ابنك تحته. والقبر ده فيه ابنك ولا زفت؟ قبر فاضي يا سيد. استنى يا جعفر. فكرك انه ما بيتعذبش لما بيقول لك ان هو ودفنه وهو لا دفنه ولا لينا. بس بيقول لك كده عشان ما تتعذبيش. هو ايه اللي جاب في الدنيا يا ناس؟ قبر فاضي؟ رد عليا يا جعفر. خلصت يا سيد. خلصت. انا لسه بشوف سلام معاك قدامك. يلا حط جده. حلق دعمني بقى. حلق دعمني. جده بيقول لك صالح عاوز مصروف. عاوز كام؟ هو دلوقتي معاه 15 جنيه يجيب حاجه حلوه. خد جده هيديك مصروف. ايه ده؟ ايه ده جده؟ كام يا صالح دي وريني؟ سلم. سلم عارف سلم كام يعني؟ عارف سلم؟ لا يعرفوه. ده احسن من الشيل. احسن من خد 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 خلاص هيديهم لك. خد خلي جدع منين عنك ولا فتح الله. حلو ولا وحش يا صالح؟ الله حلو طبعا. وحش هقول لك وحش. بيضربك تيتو؟ بيضربك فتح الله؟ بيضربك؟ ليه؟ فتح الله بيضربك ولا انت بتضربه؟ مين بيضربك؟ حازم بيضربهم. صالح بيضرب حازم صح؟ حازم لا حازم بيضرب صالح. صالح صاحب حازم. لا بيضربه يا عم. هتشيل البتاع ده؟ هتشيل البتاع. قول له خد قول له مش عاوز. ايوه كده. مش عارف ادي بص الزوز. خد الزوز ادي بص. هتحط. هتحط. سلام. ايه؟ هتحط ليه؟
صعبت ولا ايه؟ ادي حضني جد مخففه دمك قوي مخففه دمك قوي جد اه ادي حضني صالح صالح ادي حضني خديجه منجوره تعالى صالح كده بتفطر في رمضان لا جبت لي في ايه امنيه مين ده مين ده عم خلي سيبك طب نزل خلي نزلك طب ابني بقى يا عمو يا عمو سيبني مش هسيبك اطلعي منه اطلعي منه هيجي اطلعي منه مش هسيبك مش هسيبك يا عمو انت سيبني بقى يا عمو سيبني سيب كده طب سيب طيب سيب بقى يا عمو سيب يلا بينا انا اصلا جايه في الدنيا دي علشان اكل يا امنيه وبعدين يعني هو البيت ده ما فيهوش اكل ولا ايه يعني هو بابا وماما سايبيننا في البيت ده من غير اكل هما جايبيننا الدنيا علشان نعيش كده هما مش عارفين يا امنيه ان احنا بنيجي الدنيا دي علشان ناكل بس انت كده كاستكيني كده يلا كلي يا حبيبتي يلا كلي يلا بس هو في قولي لي الطياره الحلوه دي رايحه على بق مين انا وانا في بطن ماما كنت بسمع ماما بتقولها لك اسمعي انت بقى مش هتقولها لي